السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله في حلقة تقريبا أغلبية أبهات مصر والعالم العربي والدنيا كلها يوم راحته بيحصل فيه ممنوع ترتاح، ممنوع بصي اوعى، ممنوع ترتاح، ممنوع تقعد، ممنوع تبص جنبك، لازم تعمل اللي هي عايزاه. قصه كده كبيره قوي هنشوفها النهارده. ولما زوجتي بحب تنتقم مني بيسلطها عليا، ده الطبيعي. طبعا احنا غبنا عنكم الفتره دي بسبب انك يعني عملت حادثه، والحمد لله ربنا نجانا الحمد لله منها وعدينا منها، وان شاء الله نعوض اللي فات ده بحلقات ورا بعض ان شاء الله، وهتفرحوا ان شاء الله بحلقاتنا وتشوفوها، وحاجه كده كوميدي ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بس اهم شيء طبعا ما تنسوش طبعا اللايك، سبسكرايب، شير. ليلى اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه، اشتركوا في القناه. احلى حاجه تضحكني ليلى، قولي عصفور. عصفور. خليكم معانا وان شاء الله يكون ايه حلقه كويسه. يلا بينا. باي باي. النهارده يوم يعني احنا انا قلت قاعده رخمه على حسان شويه انا وليلى، عشان طبعا هو بيفكرني بملل قريب، فربنا يستر اخيرا ده اترخم عليه. وخليكم شايفين هي تعمل فيه ايه. طبعا ليلى يعني مش مستنيه حد يقول لها اعملي حاجه، بتتوسط شيء لوحدها هتروح ترخم على حسان. بص ضحكه الشرير. هنشوف ليلى تعمل في حسان ايه دلوقتي. ربنا يستر ما يزعلهاش. ابعدي عني بقى، انت عايزه ايه؟ امشي. انا ايه ولا كلمتك؟ وانت كل مره صلاتيها؟ انت اللي مصلطاها؟ ابدا انا قاعده في حالي، هي اللي جت لوحدها. لا لا خالص، عيب عليك. ايه يا جدعان مفيش عندكم رحمه؟ انا اعمل كده يا حسان؟ ده انت يا ابو كده، انا غلطانه غلبانه يا حسان. اخسى عليك يا لولو. انت فين ليلى؟ علي يا لولو. بصي التليفون مش بتاعي، روعي. خدي منه يا قلبي، خدي منه، خدي منه، خدي. طب تعالي خدي اهو، تعالي. روحي طب خدي، خلاص روحي خدي، اجري اجري خدي. خدت التليفون؟ يلا هاتي بقى بتاع ماما. والله العظيم ده انت بنت كئيبة، ممنوع اقعد في البيت، ممنوع اقعد. ما انت في ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ اولاميك. لا اولاميك ولا انا هحاول التلفزيون. هاتوني. لا لقيت ايه؟ هو الموت. هات الريموت يا كلب. جريت على الاوضه. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني ممنوع التلفزيون، ممنوع الفون في ايدي، ممنوع اقعد. الريموت فين؟ مفيش. مفيش يعني ايه مفيش؟ لا يعني ايه مفيش؟ هات التليفون. اروح اجيبه. والله العظيم انت مسلطاه. ابدا يا حسان ما قلتلهاش حاجه، بقول لها روحي اقعدي جنبي حبيبك، قاعد يبقى اجازته اقعدي جنبيه. ليلى سيب الحصان بتاعها. الحق الحصان بتاعك يا لولو، الحق الحصان. اوعى الحصان، اوعى الحصان. لا ما انا حاجه. يو الحق يبقى قاعد عليه. يا امي اهو طب بص بقى، انا هضرب امي. ضرب امي.
هيضربني اضربها. اضربني. اوعى اضرب ماما. اوعى اضربها. يعني هي مسلطاكي انا اضرب ماما. انا هضربها. اوعي اوعي اوعى اضربها. اوعي واستعي 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 انا هضرب ماما. يلا فايده. بصي اهو يلا اضرب ماما. انا هضربها. اوعي اوعي اوعي. اوعي سيبيها انا هضربها. اشمعنى انا لما تقول اضرب باباكي؟ ايش؟ تبقى تلبني تعالي يا حسين تعالي اضرب امي ريال خاف على امك؟ ايش؟ اضربها اقا انا هضربها. تضربيني؟ طب اخش اضرب توتا. اضرب توتا. اضرب توتا. لا دي تعيط. تعيط. تعيط بقى. تعيط اضرب ماما. اضرب ماما. امها امها بص ابوها هيحصل فيها ايه دلوقتي في ابوها؟ خليكم متابعين. بص بقى الظلم في الموضوع. عايزه ايه؟ هتضربي مين؟ اضربي مين؟ ايه والدي؟ تضربين انا؟ ايه والدي؟ لا مش هنلعب. طلب ماما خدي حقي. طلب ماما خدي حقي. انا ما استاهلش والله، والله ما كانت تاكل. والله انا كلمتها انا لمستها. خلاص تعالي تعالي معلش معلش يا ستي معلش معلش. اضرب ماما طيب؟ لا اضرب ماما. اضرب امي؟ لا اضرب. خلاص بتحبي مين اكتر؟ ماما ولا بابا؟ بابا دي تحبي اكتر وماما دي تحبي اكتر وريدة دي تحبي اكتر وريدة دي تحبي اكتر وريدة دي تحبي اكتر. انت قمر انت قلب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انا عندي كلمة قليلة ولا نكمل؟ قليلة ماشي؟ سمعكوا حاجة دلوقتي من اللي بحب اسمعها منها قوي. بصوا خليكم متابعين معايا. بصي خليكم متابعين معايا. قلبي بتحبي مين اكتر؟ اقعدي هنا كده. بابا اكتر ماما اكتر بابا وليلى اكتر وليلى اكتر. انت قلبي انت قلبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تعرفوا يا جماعة ان فعلا البنت بجد يعني حاجة كده ملاك في البيت. اي حد اي اب عنده بنوتة ربنا يرجع في قلبه رحمة كده ويرجع في قلبه طيبة. لان هي ملاك. سيبك من الولاد، ممكن الولاد فيهم شوية شقاوة وفيهم شوية غبروت عن البنوتة، بس مهما كان البنت بيبقى حس ان كده ايه في حنية في هي مطلعة عين امنا. وانا ممنوع اقرب من امها. لو امها ضربتني عادي مفيش مشكلة. يعني انا اكدوك الكلام ده. بصي طيب اشمعنى؟ يا لولو
طب ليه ما هضرب بابا كده؟ بابا؟ بابا بابا جامد بابا جامد جامد ايه انت؟ هضرب ماما هضرب ماما اشمعنى طيب؟ يا كلب طبعا شفتوا النهارده كده حاجه بسيطه وان شاء الله في فيديوهات كمان تبقى حاجه حلوه الليله ليلى هي بتبقى يعني هيبقى فيديوهات هي اكتر شويه بس عشان خاطر بس حاسه ان عشان حادثه وكده فالوضع صعب شويه فان شاء الله لان جايه تبقى حاجه حلوه وهنعمل فيديوهات كتيره قوي مع اوضتي الصغننه دي ونقول لهم وحشتوني وحشتوني قوي 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 أي انا بحبكم قد الدنيا كلها قد كده كلهم قد كده كلهم اعلى حاجه بسمح منه قولي عصفور عفور عصفور عفور عصفور عفور طب قولي ريه كده ريه 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 قولي ريه ريه ان شاء الله دايما كده يكون في حاجات حلوه كده نقدمها لكم ان شاء الله واريكم ليلى بقى ويوميات ليلى في البيت وعامله فينا ايه ومعذبانا ازاي بالذات عامل ايه في حسها والله عامله فيها كتير قوي فان شاء الله هنتابع حلقات كده كتيره باذن الله وهكون فيه حاجات حلوه وان شاء الله يكون في تطوير الفيديوهات بره بقى البيت وجوه البيت وان شاء الله عمره قول لهم يلا باي باي بس قبل ما هنقول باي هنقول ايه اعمل لايك لايك وشير وشير واشتراك واشتراك يلا باي باي.